مثلا واش تنسى ليا الزوجة الأولى ماشي حصلتها شي حاجة حاشاكم شي حاجة خيانة زوجي ولا شي عا ما تفاهمناش ولكن شمتاتني قالت لي أنا غنمشي لدارنا راه عاود رجع عندنا راه حنا راه مزوجين ملي مشات قالت لي بغيت الطلاق أنا ما فهمت والو قلت لها والدري يضيع أنا ما اش خاصك معايا تلاقينا خوت نتفرقوا خوت هذه الشيء مكلم واش تحط وسنا عاودتها لها ماركيت عليها البيت بالفن مشيت جبت مرة أخرى السلام عليكم